ايه ده؟ يا سلام عليك، يا سلام عليك، عيا نط من جوه جوه هتلاقي الظهر بيتشد. لكن الكوره اللي فاتت خطيره 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 خطيره. والشمالي بيقول لهم وقت الثلاث خلاص. وضربة حرة لصالح النادي الأهلي يلعبها علي لطفي. فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك التحليلي 1. بكده النادي الأهلي بيرفع رصيده إلى النقطة 30، ولسه له 3 مباريات على الأقل، لو فاز فيهم يعدي الزمالك بست نقاط، وهما فرس الرهان الأهلي والزمالك. مليون مبروك إدارته وجماهيره ولاعبيه وكل الدنيا والأهلاوية طبعا قبل كل دول. وهارد لك لنادي الزمالك اللي عمل شوط ثاني روعه 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 روعه، ولم يخالفه التوفيق الباقر وحضن جميل من شيكابالا لمروان محسن يصدره للسوشيال ميديا. مروان محسن نجم الاهلي وشيكابالا نجم الزمالك، وحضن مصدره للدنيا كلها عشان يعرفوا العلاقات الطيبه بين الاهلي والزمالك ايا كانت النتائج. اعزائي المشاهدين، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا بهذا اللقاء على نقلتكم المفضلة دائما اون تايم سبورتس بمشيئة الرحمن، مع تحياتي مدحت شاهد. والان الى الزميل العزيز الكابتن سيف زاهر وضيوفه الكبار. استاذ مراد، وطي صوتك عشان اللايف. نعم؟ وطي صوتك عشان اللايف، استاذ حسن مراد. فاكر كده. ما عرفناش برضه، محدش علمنا. خلاص كلمه. ليه بس الناس اللي عجبوني؟